لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، بعد التحية، ما شاهدناه في الأيام الماضية من بنك إنجلترا في أوائل البنوك المركزية الكبرى والتي تحركت برفع معدلات الفائدة في ديسمبر الماضي لمواجهة هذه الموجة العالمية، موجة التضخم المرتفع، ومن قبلها البنك الفيدرالي الأمريكي والذي رفع الفائدة في أكثر من مرة. كيف يؤثر رفع الفائدة على معدلات التضخم في القارة الأوروبية وأيضا على المستوى العالمي؟ مساء الخير لحضراتكم. مدلول هذا الأمر أن ما زال التوقع من البنوك الفيدرالية الكبرى سواء أمريكا أو أوروبا حتى البنك الإنجليزي كمان أن التضخم ما زال في ارتفاع كبير جدا. علشان كده زي ما حضرتك تفضلت، اليوم رفع البنك المركزي الإنجليزي سعر الفايدة. طبعا الأسبوع الماضي البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أيضا سعر الفايدة 75 نقطة. التأثيرات العالمية كلها بتدل على أن التحجيم في الوضع الراهن للتضخم هو السبيل الوحيد لرفع سعر الفايدة، رغم كثير من الخبراء حذروا الاقتصاديين في العالم أن رفع سعر الفايدة سوف يسوق العالم كله إلى ما بيسمى بالركود التضخمي، نظرا لأن مازال في الوقت الراهن اللي احنا بنشهده أن مازالت سلاسل الإمداد أو ارتفاعات مستوى الأسعار التي بتكون مستوردة من الخارج زي سوق البترول، زي أسواق المحاصيل الزراعية، زي أسواق الإمداد من الصين، ما زالت متأثرة تأثير كبير جدا، فبتأدي لارتفاع مستوى الأسعار. نعم. اللي احنا بنشوفه ده فندم النهاردة السبيل أو الحل الأمثل بالنسبة للبنوك العالمية الكبرى هو الاتجاه نحو رفع سعر الفايدة. طيب دكتور مصطفى، يعني العالم على يعني نستطيع القول بأنه مع موجة جديدة من التضخم وارتفاع الأسعار، لكن بنك إنجلترا رفع الفائدة بهذا المقدار بنصف في المئة، وهذه الزيادة بتعد هي الأكبر منذ عام 1995 والسادسة على التوالي. بكده بيكون وصل معدل الفائدة الرئيسي في بريطانيا ل 1.75%. هل من الممكن أن يؤدي رفع هذه الفائدة إلى ركود الاقتصاد البريطاني، خصوصا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ خليني أحيي حضرتك، فعلا تشخيصك سليم وتوصيفك للوضع، أن فعلا جزء من أزمة بريطانيا، وأنت تعلم جيدا أن في أزمة حتى سياسية باستقالة رئيس الوزراء الإنجليزي. خلينا نقول أن جزء من السبب كان الوضع الاقتصادي، وطبعا خروجه من البريكست وعدم التزامه أو وفائه بالعهد في توليه بخروجه من الاتحاد الأوروبي بأن يكون إنجلترا زي ما بيسمى إنجلترا الرفاهية أو إنجلترا الغنية، مثلما أطلق التعهدات في دخوله للانتخابات. للأسف تأزمت الأمور، ارتفاع كبير جدا في التضخم يمكن يقترب من 30 سنة، ارتفاع كبير جدا في مستويات الأسعار نظرا للتأثيرات. دعني أذكر حضرتك وكل المشاهدين أن حصل أزمة في المطارات طبعا لكثير من المشاكل والاعتصامات للعاملين ونقابة العاملين في إنجلترا جراء ارتفاع كبير جدا في مستويات التضخم. نعم يا دكتور. اللي ما قدرش بوريس جونسون يحجمها، ما زال طبعا عنده أزمة كبيرة جدا في العمالة، ارتفاع مستويات البطالة، للأسف دخوله في عناد مع الجانب الشرقي الروسي في ضده في الحرب في أوكرانيا مما يكلف هذه خسارة اقتصادية مثلها مثل السياسية. يمكن له أهداف مدفوعة من التزامات من الدول الاتحاد الأوروبي بعدم التعاون مع روسيا، بالإضافة لأنه بعد جائحة كورونا تم فتح المطارات بالطبع دكتور مصطفى بعودة العمل بالطاقة الكاملة. على كل أحوال شكرا جزيلا ضيفي الكريم الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي على الإدلاء بهذا التصريح وتفنيد مزاعم الاقتصاديات العالمية الكبيرة. شكرا جزيلا لك.